اليوم راح نحكي عن شلون تمنعون الانزلاق او شلون تخففون من الالام اذا كان اوريدي عندكم. السلام عليكم شباب فرقة ديوكم سكوربيان، واليوم هي الحلقة الثانية من موضوع الانزلاق والرياضة. ذاك السبت اذا ما شفت الفيديو فهذا الفيديو روحوا شوفوه، حكيت بيه عن شلون يكون الرياضة وشلون يكون تمرين اذا شخص كان عنده انزلاق، فشرح مفصل جدا. وعدتكم انه يوم الثلاثاء اللي هو اليوم راح نحكي بعض التمارين اللي تمنع كوقاية من الانزلاق، و إذا كان شخص عنده انزلاق هذه التمارين تكون تخفف وتمنع تفاقم هذه الحالة لدى المصابين أو الأشخاص. مثل كل مرة أكيد أقول أنه أني مو طبيب، أني مجرد مدرب رياضة، فهذه الأمور كلها هي مو العلاج الطبي وإنما تمارين رياضية راح تساعد بهذا الموضوع. شغلة ثانية، موضوع الانزلاق والإصابات فالموضوع معقد جدا إلى هواية أسباب، فصحيح احنا راح نغطي تقريبا معظم الشغلات اللي هي تكون رئيسية لكن ما نقدر نغطيها كلها في فيديو واحد، لأن بشكل عام يعتمد على البوستر مالتي، بشكل عام أني وضعية جسمي شلون دا تكون ومفاصلي، يعتمد همين على نشاطاتي اليومية، شلون أتحرك، شلون أشتغل، طريقة النوم مالتي، هواية أمور. شغلة ثالثة، التكنيك مالتي من أروح أتمرن للجيم، مستوى التوازن بين التمارين اللي هي للقوة والتمارين اللي هي للمرونة، فموضوع معقد جدا. فاليوم راح نركز على جانبين، السبب لأنه هذني هن يكونن الرئيسيات، والسبب الثاني كون أنه معظم العالم يهملون هذني الجانبين. فالجانب الأول ويانا هو جانب الموبيلتي أو الجانب الحركية مال المفاصل، راح نركز على منطقتين، العمود الفقري والورك. والجانب الثاني اللي هو القوة راح نركز به على ثلاث مناطق، الظهر، الكور اللي هو عضلات المنطقة الوسطى من الجسم العميقة، والشغلة الثالثة اللي هي الورك، عضلات الورك. فراح نطبها سبع تمارين وناخذهن جزء جزء. أول تمرين ويانا هو كاتن كاو. من خلال هذا التمرين راح نخلق حركة أكثر بالعمود الفقري وكذلك بلوح الكتف. مرات الانزلاق يصير بسبب تيبس الفقرات الصدرية، وبالتالي الضغط يتحول على الظهر الأسفل. هنا راح نركز على دفع الأرض بالذراع والأرجل ونقوس الظهر شقد ما نقدر حتى بالضبط نصير بنفس وضعية القط من يتمطى، فمن اسمه كات بوز أو وضعية القط. بعدها راح نعكس الموضوع ونبدي نقعر الظهر، لكن أهم شيء الكتف يكون نازل باتجاه الورك. هذا المبتدئين أو كمرحلة أولية، بعد ما نتطور بيها راح نتحول للمستوى المتوسط. هنا نفس الحركة راح نسوي، لكن الفرق راح يكون بمكان ما كنا نركز على الدفع، هنا راح نركز ان نخلق موجة بالظهر، فيعني اركز ان احرك فقرة فقرة بالتسلسل وبالتالي تصبح موجة. هذا راح يعلمنا تحكم اكثر على العمود الفقري والقابلية على تحريك فقرة فقرة بواحدة. فضروري تركيزنا يكون عالي وأن نسوي هذه الموجة من الأسفل للأعلى، وبعدين نعكس الاتجاه ويكون من الأعلى للأسفل. بعدها ننتقل للمستوى المتقدم، وهنا راح نركز على تدوير العمود الفقري بشكل جانبي، لكن هنا الدائرة ضروري تكون أوسع ما يمكن. هذا راح يسمح الحركة أكثر بالعمود الفقري، وهذا هو اللي نحتاجه. من يتيبس العمود الفقري تزيد احتمالية إصابته، لكن من نقدر نحركه بكل الاتجاهات الغريبة هذه، بعد ماكو حركة بحياتنا اليومية نكون ما متعودين عليها، وبالتالي تقل احتمالية إصابتنا، أكيد مع العوامل الأخرى اللي راح نغطيها بهذا الفيديو. فهذا كان فيما يخص حركية العمود الفقري، راح ننتقل هسه إلى حركية الورك. التمرين الأول لحركية الورك هو 90-90. راح نكون بوضع بحيث الركبة والورك بزاوية 90 درجة، وأهم شيء الظهر مستقيم، فيعني تقدرون تستندون لورا إذا ما سيطرتوا. منها راح نركز أن نرفع الرجل أقصى ما يمكن بدون أن نرفع الرجل الأخرى،
إلى أن قفلت الرجل، راح نرفع الرجل الأخرى حتى نسمح للرجل الأولى أن تكمل الدورة. فضروري نبقى بنهاية الحركة دائما، وهيج راح نتحول للجهة الأخرى. فراح نستمر بهذه الحركة يمين ويسار مع الحفاظ على استقامة الظهر. التمرين اللي بعده هو تمطية العضلات دواخل الأرجل. هنا أهم شيء أن يكون كعب القدم ملامس للأرض، فصح مو تمرين حركية مفصل لكن مفيد جدا لفتح الورك. كمستوى بدائي راح يكون الشخص مستند على راحة اليد، وبمرور الوقت أنتقل على الساعد، وكمستوى متقدم يكون مستلقي بشكل تام. التمرين اللي بعده هو تمطية العضلات الورك. هنا ضروري تكون الركبة بزاوية 90 درجة والظهر يكون مستقيم. هذه كمرحلة أولية، لكن إذا أريد مرحلة متقدمة أكثر فأقدر أسترقي بشكل تام. وأكيد نحول للجهة الأخرى. احتمال تشوفون جهة أصعب من جهة، هذا الشيء طبيعي جدا، فحاولوا تنطون الجهة الغير مرنة وقت أكثر حتى تتحسن. التمرين اللي بعده هو تمطية عضلات الورك القابضة. زين، ليش بدنا نسوي تمطية للورك إذا احنا نريد نمنع انزلاق بالفقرات؟ لأن بالحقيقة الظهر الأسفل يتلقى ضغط أكثر كل ما كان أكو تيبس بالمنطقة الفوقة يعني الفقرات الصدرية، وكذلك بالمنطقة تحته يعني الورك. لذلك لازم نزيد من مرونة عضلات المؤخرة حتى نرفع الضغط من على الظهر الأسفل. وهذا كان الجانب الأول اللي هو جانب الموبيلتي الحركية. ننتقل هسه للجانب الثاني واللي هو جانب القوة. فراح نبدأ أول مرة بعضلات الظهر. التمرين الأول هو تمرين سوبرمان. راح نستلقي على البطن والذراع تكون بزاوية 40 أو 45 درجة. هنا راح نقلص كل عضلات القسم الخلفي من الجسم ونتوقف الثانية أو ثانيتين. ركزوا هنا أني من أرفع ظهري كذلك أرجع لوح الكتف للخلف حتى ألامسهن، وبالتالي يشتغل الظهر بشكل أكثر. نبتعد بالزاوية أكثر ويانا تمرين الديدليفت. زين فرقد، شلون أتمرن الديدليفت؟ مو خطر؟ لا مو خطر أكيد. تمرين الديدليفت من أفضل التمارين اللي ممكن نستخدمها حتى نقوي عضلات الظهر. الإصابة تصير بسبب سوء استخدامه وليس بسببه هو. ثانيا، الوزن اللي نرفعه مو وزن عالي. بالمناسبة تقدرون تستخدمون أي ثقل موجود إذا ما توفرت عندكم الدمبلصات. لحد الآن تمام؟ ظهر أوكي؟ هننتقل هسه الى عضلات الكور. اول تمرين هو البلانك. اهم شيء الجسم يكون مستقيم ونحافظ عليه بهذا الوضع للمدة المكتوبة. هذه كمرحلة بدائية. المرحلة المتوسطة راح نكون بنفس وضعية التمرين الاول، لكن راح نرفع يد مع رجل متعاكسات. هذا راح يقلل من نقاط الارتكاز وبالتالي تزداد صعوبة التمرين. أكيد لا تنسون أن تسوون نفس المدة للجهة الأخرى. أما المرحلة المتقدمة فراح يكون تمرين لمس الأكتاف. راح نلامس اليد بالكتف المعاكس لكن نوعا ما بشكل سريع. ضروري هنا أن يكون الورك أثبت ما يمكن بدون حركة ودوران كبير. تقريبا خلصنا almost made it. هنروح إلى المنطقة الأخيرة واللي هي الورك. أول تمرين هو رفع الرجل العكسي. نستلقي على البطن وهنا نركز نرفع الرجل بأكملها من يم المؤخرة حتى تتقلص المؤخرة نفسها. ضروري هنا تكون الرجل كلها مستقيمة بدون ثني الركوة، وكذلك ضروري أن نتوقف الثانية أو ثانيتين قبل النزول، والنزول أكيد راح يكون بطيء ومسيطر عليه.
المرحلة المتوسطة تكون بتمرين رفع الورك. ضروري هنا قبل أن أرفع الورك أن أشغل عضلات البطن، هذا حتى أمنع تقوس الظهر عند الصعود، وبالتالي يكون التركيز على المؤخرة نفسها. السبب أن نحتاج نقوي المؤخرة لأن ضعف هذه العضلة وعدم تشغيلها بشكل صحيح ينعكس على الظهر، ويبدأ الظهر الأسفل يعوض عن هذا الضعف بالحركات اللي تتطلب تشغيل المؤخرة، وبالتالي يشتغل الظهر أكثر من اللازم. المرحلة المتقدمة هي كذلك رفع الورك النائم، لكن راح يكون على رجل واحدة. هذا يصعب التمرين كوني دا أرفع وزن جسمي بجهة واحدة فقط، كذلك يسمح أن أركز على كل جهة بشكل منفرد، وبالتالي أساوي أي فروقات بين الجهتين. وبهيك نكون احنا ركزنا على جانبين كلش مهمات من حياتنا نقدر نساعد بها صحتنا. شغلة مهمة، فرقت كم مرة أسوي هالتمارين؟ ماكو فد وقت محدد، كل ما ننطي جسمنا أكثر كل ما أحسن، كل ما أقدر أسويهن يومية كل ما أحسن. أقل شيء سوى مثلا 3 أيام بالأسبوع أقدر همي أن كذلك أقسمهن، يوم أشتغل على القوة يوم أشتغل على الحركية، أرجع قوة حركية قوة حركية وهكذا، واعتمادا كذلك على مستوى الانزلاق الموجود عندي، كل ما يخوف عندي كل ما أقدر شوية شوية أخفف وأكون مجرد للمحافظة. فهذا اللي كان عندي بهالفيديو. سوي لايك، سوي كومنت، سوي سكرام. نعيده. فهذا اللي كان عندي بهالفيديو. سوي لايك، سوي كومنت، سوي سبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. سكوربيون أوت.